السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا أيها الإخوة الكرام مع المواعظ الحسنة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم، ونحن في عجالة. أقول لكم، وهذا هو العنوان: إذا أراد أحدكم أن يتزوج ماذا يصنع؟ ينبغي أن يختار الأهل قبل الفتاة، لأن الفتاة نسخة صادقة عن أهلها. في أي بيت نشأت؟ هل هذا البيت بيت علم؟ بيت فيه خلق؟ بيت فيه نظام؟ هل هذا البيت بيت فيه حياء؟ هل هذا البيت بيت ملائكي أم بيت شيطاني؟ هل أفراد هذا البيت متفاهمون، متعاونون؟ هل هناك قيم تحكم هذا البيت؟ فقبل أن تعجبك فتاة في الطريق، ابحث عن البيت الذي نشأت فيه، وهذا من سعادة الشاب الذي يريد أن يقبل على الزواج. فاختر الأهل قبل الفتاة. تدرون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.